وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي رفقة والي ولاية الجزائر أحمد معبد بزيارة عمل وتفقد إلى قلعة الجزائر، أين وقفت على أشغال الترميم في كل من قصر الداي، قصر البيات ومسجد الداي، وتفقدت دار البارود التي انتهت بها الأشغال والتي تعد معلما أثريا هاما، حيث استعملت هذه البناية أو استعملت كمقر لصناعة البارود، وتعتبر النموذج الوحيد الموجود في المغرب العربي، كما اختتمت زيارتها بجولة تفقدية لقصر ياس البحر، وذلك إحياء لليوم الوطني للقصبة الذي يصادف 23 من شهر فبراير. التغطية كانت لعبد الرحيم بنمري. كنت سعيدة وتشرفت أنه أول خرجة ميدانية لي تكون على القصبة بمناسبة يوم القصبة في هذا الصرح العتيد يعني والعتيق الذي سنعمل على يعني تفعيل المشاريع الاستثمارية فيه من أجل يعني أن نعيد الحركية السياحية والاقتصادية للقصبة، وقد يعني أسدينا بعض الإجراءات أو التدابير التي ستصب في هذا السياق، وسنعمل على تفعيلها إن شاء الله مع المصالح الولائية وعلى رأسها السيد ولي، ستكون فيه نتائج وسنقوم بالمتابعة الدورية والميدانية.